السلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. نيو ماكس احدث الموديلات لجميع الفئات، عندهم اصناف مخفضه وعندهم الكولكشن الشتوي الجديد باذن الله تعالى. بنمر على اغلب الاصناف اللي عندهم، لذلك لهم فرعين، هذا فرع مخرج 14 اللي هو حي الربوه بالتحديد، وايضا عندهم على شارع سلمان الفارسي. العروض الاسعار والاصناف سنابات القادم. يا جماعة الفروات الرجالية اللي تشوفونها قدامكم يجي منها تقريبا 6 ألوان، هذه الكمية الموجودة. طبعا فرو زي ما نلاحظ ونشوف فيه اللون الكحلي، البني، الرصاصي، البني الفاتح، الغامق. الفروة الرجالية وفروة لكل متابع حتى الكل يستفيد، بسعر كم؟ ب38 ريال. لذلك هذه الفروات الرجالية وحتى نفاذ الكميات 38 ريال لأي فروة رجالية شتوية. يا جماعة الفروات الرجالية اللي تشوفونها قدامكم يجي منها تقريبا 6 ألوان، هذه الكمية الموجودة. طبعا فرو زي ما نلاحظ ونشوف فيه اللون الكحلي، البني، الرصاصي، البني الفاتح، الغامق. الفروة الرجالية وفروة لكل متابع حتى الكل يستفيد، بسعر كم؟ ب38 ريال. يا جماعة الفروات اللي هنا طبعا عطني المقاسات، من سنتين الى 9 سنوات 32 ريال، من سنتين الى 9 سنوات 32 ريال، وفي عدة الوان. وهنا 18 الى 10 سنوات 35 ريال، ومن 10 سنوات الى 18 سنة ب 35 ريال فقط. ثقيلة طبعا عشان ما حد يشكك، لانه اغلبهم يقولوا انه خامتكم خفيفة. يا سلام، هذا الفرو قدامكم واي فروة بنفس الاسعار اللي سمعتوها وحتى نفاد الكميات. شوفوا يا جماعة أحدث الموديلات وخاصة التشكيلة الجديدة في نيو ماكس، كله نيو كوليكشن. طبعا تشكيلة البلوفرات عندهم خيارات كثير جدا، فيه الثقيل، فيه الوسط، فيه الخفيف، فيه المبطن، فيه الفرو. زي ما نلاحظ كلها من التشكيلات الحديثة اللي عندهم، كل هالقسم خاص باللون الأزرق ومكس ألوان. شوفوا التشكيلات الحديثة عندهم، كل هالقسم خاص بالأورنج، من بلوفرات، من بناطيل، من أطقم. زي ما نلاحظ ونشوف، شوف الخامات أيضا، القصة الجديدة، الأصبع، عندكم على هالبلوفر الشتوي. هنا التطقيمات أيضا، تنسيقات. طبعا الخامات اللي عندهم جدا جميلة على قطعتين الموديل هذا. أيضا هالقسم موديلات الكلاسيك، زي ما نلاحظ ونشوف عندهم تشكيلة جميلة جدا، وكله موديلات حديثة نيو كوليكشن عندهم خاصة للشتاء. هذا آخر ما نزل في نيو ماكس، هذه أيضا التشكيلة الكبيرة جدا عندهم. شوفون هالخيارات هنا، كل هالقسم نيو كوليكشن فعليا. الخيارات اللي عندهم خيارات غير دارجة في السوق، زي ما نلاحظ ونشوف الخامات اللي هنا خيارات كثيرة جدا، ومقاسات موجودة إلى أكبر مقاس موجود. عندكم على القطعة اللي هنا، أيضا القطعة اللي هنا كلهن شتويات. شوف الخامات اللي عندهم، تشكيلة كبيرة، ميكس الألوان. أيضا هالموديلات الحديثة للأمانة، الجنوز بجميع الأنواع. عشان ما أطيل عليكم، كل هالقسم خاص بالسبورات، ايضا بالرسمي، كله نيو كوليكشن وموديلات حديثه عندهم في نيو ماكس. بسالك، عندكم عروض 19 ريال في جميع الاقسام في نيو ماكس. هذا الستاند اللي هنا على 19 ريال، اي قطعه في هذا الستاند الرجالي قسم السبورت 19 ريال. طيب اشوف الاشكال والخيارات اللي عندكم. شوفوا البلوفرات اللي هنا، هذه 19 ريال، هالتشكيلة أيضا كلها شتويات. أيضا البلانطيل بديل الجينز، الأوفر سايز، كلهن 19 ريال في هذا الستاند في نيو ماكس. أيضا اللي هنا هالتشكيلة زي ما نلاحظ نشوف، الله عليك، 19 ريال فقط. لذلك هذا الستاند 19 ريال. شوفون جاكم السعر، جاكم 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 هذا الستاند الشتوي على كم؟ على 29 ريال. عطني القطعة اللي ب 29. المقاسات تبدأ من سمول لغاية 7X. تشوفون البلوفرات اللي هنا 7X إلى 7X. الخامات الفروية، شوفوا المبطن، شوفوا الخامات، الخيارات، السادات، الأوفر سايز، 29 ريال هالقطعة الشتوي. يا السلام عليك، أشكال كثيرة، الستاند هذا كامل، حتى الفرو اللي هنا. عينكم يا جماعة، 29 ريال فقط. عينكم هنا أيضا 29. هذا الستاند في قسم السبورت في
نيو ماكس على 29 ريال. ايضا البناطيل مبطنة يا جماعة. ايش بعد فيه؟ ايضا الاوفر سايز اللي هنا عينكم 29 ريال. شوفوا يا جماعة اطقم الجامبو اللي هنا كلهن شتويات، اي طقمة بسعر كم؟ 59 ريال في هذا الستاند. وعينكم يا جماعة عينكم مبطنة هودي بدون هودي ب 59 ريال. هل اطقم البناطيل اللي هنا المبطنة هذا الستاند ب 39 ريال، حتى المقاسات الكبيرة موجودة عندهم. عينكم يا جماعة على الخيارات والأقمشة اللي عندهم، وأيضا ولا طاح إلا الشر 39 ريال فقط. أيضا عندهم هذا الكوليكشن الجديد وخاصة المقاسات الكبيرة موجودة عندهم، تشكيلة جديدة نيو كوليكشن في جميع الخيارات عندهم وجميع المقاسات. شوفوا يا جماعة خيارات الأطقم اللي عندهم الشتوية، ما يقتصر على الأشكال هذه، حتى الخيارات. وريني يا عبد العزيز الأشكال اللي عندكم، تشوفون الكوليكشن الحديث، خيارات غير دارجة في السوق زي ما نلاحظ ونشوف تشكيلة الكبيرة جدا اللي عندهم، أكثر من 8 ستاندات زي ما ذكرنا، كلها تشكيلة حديثة. تشوفون 8 ستاندات من الأطقم الشتوية اللي عندهم، ما حاطين لك ستاند ولا ستاندين، هذا مجالهم، فيه الهودي، فيه بدون هودي، جميع المقاسات بلا استثناء كلها تشكيلة حديثة وجديدة جدا في نيو ماكس. اللي يبحثون عن الجاكيتات وخاصة سواء الرسمية، سواء الثقيل، سواء الفرو، سواء المخمل، سواء الجلد، سواء الشاموا، سواء كل الأنواع بلا استثناء، الله عليكم يا نيو ماكس، موجودة عندهم وتشكيلة حديثة، حتى الرسمي اللي جاي على قطعتين هذا يقول يخس البرد، هذا جايك على ووتر بروف وجلد، وخيارات كثيرة جدا. يصعب علي استعرض كل شيء في نيو ماكس. أحدث الخيارات في الدور الثاني في القسم النسائي، عينكم على هالخيارات الراقية في الأطقم والتنسيقات. شوفوا الأطقم النسائية الشتوية، فيه القطعتين، فيه الثلاث، هذا ثلاث قطع، فيه الأربع، فيه خيارات كثيرة جدا الأطقم عندهم. شوفوا يا جماعة الأطقم اللي هنا طبعا خامات تركية وخاصة في نيو ماكس، وزي ما نلاحظ ونشوف التشكيلة الجميلة جدا، هنا طقم قطعتين، طقم رسمي، زي ما نلاحظ ونشوف التشكيلة الكبيرة جدا. ما انتهينا في الأطقم النسائية، عينكم على هالتشكيلة الجميلة جدا جدا جدا. وش أكثر طقم جاز لكم في نيو ماكس؟ تشكيلة كبيرة جدا عندهم في الأطقم الشتوية الرسمية. شوفون التشكيلة اللي هنا، عينكم على الألوان، وهذه ألوان إضافية من نفس الموديل وكلها الرسميات، خيارات كثيرة جدا. شوفون التشكيلات، الألوان طبعا كلها خامات تركية، هذا ترند وما راح تلقونه إلا في نيو ماكس. تكلم لي عنه، طبعا خامة تركية أول شيء خاص فينا، يا السلام. ويجي منها لونين، البيج والأسود، ومطهم، يا سلام، هذا الترند وموجود في نيو ماكس. أيضا هل الطقم الجميل والمطاعم بالترتر، ويجي منه خيارات كثيرة في الألوان. الأطقم الخامات الواقفة والخامات الباردة موجودة عندهم، ويجي منها أربع ألوان، هذه ألوانها زي ما نلاحظ ونشوف. شوف المجموعة اللي هنا، جروب الجنز والأطقم والخيارات اللي فيها، كل هذه عندهم قسم خاص في الخيارات الجنز اللي هنا، وكمياتها محدودة وخيارات راقية، تشكيلة كبيرة جدا. هالقسم خاص بالموديلات النمري، طبعا جاية على خيارات في الألوان، عينكم على القطع، وهذه خاصة في نيو ماكس ومن التشكيلة الحديثة جدا. تشوفون الخيارات اللي هنا كلها خاصة بالشتاء، أيضا الزيتي، الجملي، كل لون حاطين له قسم كامل وتنسيقات مستقلة. عينكم على الخيارات والأطقم والتطقيمات اللي عندهم، يا سلام، كل هذه طبعا في نيو ماكس. شوف الخامات الراقية اللي عندهم، صراحة هنا ما تتعب في الاختيار لأنه كله راقي وخامات جميلة جدا جدا جدا، والأسعار مناسبة لأنك في نيو ماكس تأخذ أفضل موديل، أفضل موديل بأفضل سعر. هذه الأطقم الرسمية، في عندنا الجاكيت هذا، تعال شوف لي هذه الماجنة، تقدر تاخذه لحاله، وفي كمان طقم كامل. عينكم على القطعة، طبعا هذا خاص بنا احنا نيو ماكس بس، والكميات محدودة جدا، تعال شوف لي هذا الماجنة، خامة طقم
يا سلام. أبعطيك شيء خاص فينا وراقي جدا جدا جدا. عينكم على القطعة، عينكم على الاكسسوار، هذا خاص في نيو ماكس، شيء رسمي وكمية. هذا منه اللون الثاني، طبعا هذا على بنطلون، وفي منه الشكل الثاني على فنورة. اللي يبحثون عن البالطوات عينكم اليوم واصل معنا تركي وخاص فينا. تعال أوليك هذا، هذه ألوانه وخاصة في نيو ماكس، وهذه البالطوات زي ما نلاحظ نشوف الشتوية. يا سلام، عينكم على التفاصيل يا جماعة. هذه نزلت حديثا عندكم اليوم، هذه في نيو ماكس، هالقطع الجميلة جدا الشتوية خاصة بنا. يا عيني، عينكم على التفاصيل يا جماعة. هذه نزلت حديثا عندكم اليوم، هذه في نيو ماكس، هالقطع الجميلة جدا الشتوية خاصة بنا. يا عيني، حتى الخامات الواقفة عندهم في البالطوات موجودة. شوف التفاصيل، شوف التفاصيل يا جماعة، شوف القصات، شوف الخيارات. ما تدري هذا بالطو ولا فستان، الوكاد انه في نيو ماكس. وما زلنا في قسم البالطو هذا، شوف التفاصيل حقها. شوف يقضي على هذا، طبعا هذه حصرية في نيو ماكس خاصة بنا. شوف يقضي على هذا، شوف القطع يا جماعة. حاول أقرب لكم حتى تشوفون، والتصوير يظلم مثل هالقطع الجميلة. عينكم على الكوليكشن الشتوي، عينكم 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 عينكم، كله نيو كوليكشن. أيضا تطعيمات الفرو، قطعة 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 على نظام الفراشة. الخيارات اللي هنا أيضا على الفرو، شوف شوف اللون البيج وتشكيله في الالوان بعد. هذا على طول، وقف لي شويه على هذا الموديل. شوف الخلف شاموا، شوف الامام كيف يجي. هذا طبعا تركي، كميته محدوده وحصري في نيو ماكس. هذه البضاعه كلها تبعنا. في الموديل الثاني يجيك نص الشاموا ونص يجيك مشقر. شوف طبعا هذه المنطقه كلها أطعم. كلها حصرية في نيو ماكس، معروفين في الشتاء في الصيف الأطقم تكون تبعنا وخاصة بنا. شوف هذه الأشكال، شوف هذا اللي هنا وعلى بالطو زين الثاني. هذا كمان أبمشي لكم على الكوليكشن الشتوي اللي عندهم الجديد، أقسام كثيرة جدا وستاندات. وعينكم يا جماعة على التشكيلة الكبيرة جدا اللي عندهم، ستاند ستاندين ثلاثة، كل ستاند مكتوب عليه تشكيلة جديدة وأيضا خيارات كثيرة جدا. وش العروض اللي عندكم في هالقسم؟ شوف الأطقم الشتوية، واحد اثنين ثلاثة، أي طقم بتسعة وخمسين ريال، أي طقم من هذه على 59 ريال. عندهم تشكيلة جميلة زي ما نلاحظ نشوف، كلها خاصة بنيو ماكس وعلى 59 ريال. حتى اللي هنا كلها أطقم شتوية ب 59 ريال زي ما نلاحظ نشوف، أيضا 59، أيضا القطع اللي هنا والطقم 59. ومن الخيارات الثانية في الأطقم هذا الطقم وبنفس السعر. حتى الأطقم اللي هنا هذه مبطنة زي ما نلاحظ ونشوف قدامكم. ومن الأطقم اللي عندهم هذا الطقم على 59 ريال، ايضا مبطن فرو زي ما نلاحظ نشوف. جميع هذه الستاندات العروض عندهم مستمره، 19 ريال 19 ريال، سواء بناطيل سواء بلايز 19 ريال، 29 ريال هنا، 29 19 29 19 29، هذا كله في الدور الثاني. ومن القسم النسائي بنعطيكم نبذه سريعه عن الخيارات الموجوده عندهم. شوفوا البجايم الشتويه اللي هنا، المخمل 49 ريال، وهذا الستاند كامل أي بجامة زي ما نلاحظ نشوف، خيارات كثيرة جدا وعلى 49 ريال في القسم النسائي. أيضا الخيارات اللي هنا في البجايم 59 ريال لهذا الستاند، وفي عدة أشكال وخيارات وموديلات. أيضا هذا الستاند في خيارات كثيرة، أي طقم بجامة 69 ريال، خيارات كثير جدا. والكوليكشن الحديث هذا الستاند مثلا 79 ريال، عندهم هالخيارات في هذا الستاند 99 ريال.
جميع هذا الستاند خاصة الخيارات الشتوية 49 ريال. عندهم تشكيلة كبيرة جدا سواء سادات سواء هالقصات، 49 ريال في هالتشكيلة الشتوية اللي عندهم في هذا الستاند على 49 سعر موحد. زي ما نلاحظ نشوف التشكيلة اللي عندهم السليبرات اللي هنا والكعوب والأحذية هالستاند 9 ريال وفي تشكيلة كبيرة جدا عندهم. هذه الجهة بالتحديد هالتشكيلة اللي عندهم، وأيضا الخيارات اللي هنا 19 ريال كعوب سواء مرتفع الوسط نازل السليبرات على 19 ريال فقط. كم؟ 19 ريال. تخيل هذا جميع 19 ريال كان بمية وشوية، والله بمية وشوية جميع على الستاند 19، صار عندك 19 صار عندك 9 ريال ولسه ما خلصنا كامل. تبغى الشبوت تبغى الكعب تبغى العادي تبغى الصندل كامل 19 ريال وكمية محدودة. هذا الستاند كامل سبورات نسائية، السعر 9 ريال هالخيارات وحتى نفاد الكميات. وهالسبورات النسائية أيضا هذا الستاند 19 ريال هالتشكيلة اللي تشوفونها. السبورات الرجالية اللي هنا 19 ريال أي شوز كاجوال تشوفونها قدامكم. كل هذا الستاند البناتي بسعر 19 ريال فقط، وتشوفون السعر قدامكم والخيارات اللي عندهم على 19 ريال. شوفوا خيارات الولادي اللي هنا، هذا الستاند كامل السبورات او الشوزات الكاجوال الولادي 19 ريال وتشكيله كبيره جدا. قسم الاحذيه قسم كبير جدا والاسعار متنوعه فيه. شوف يا جماعه الصدمه في الابوات الشتويه، متخيلين ان اي خيار في هالطاوله على 49 ريال؟ وعينكم على الاشكال والخيارات اللي عندهم 49 ريال فقط. حتى الخيارات اللي هنا سواء الشاموا سواء الجلد سواء الموديلات الثانيه اللي هنا بس ب 49 ريال، وهذا السعر قدامكم. حتى هالموديل في الابوات ب 49 ريال، لذلك الخيارات هنا كثيره جدا. طاوله هذه 49، طاوله هذه 49، وكولكشن جديد وحديث وخاصه للشتاء. أطقم المواليد اللي هنا تشوفون الخيارات هذه، هذه على 9 ريال فقط وفي منها ألوان. تشكيلة اللي هنا في هذا الستاند 19 ريال لأي طقم مواليد. ترنجات المواليد اللي هنا هذا الستاند كامل أي قطعة وأي طقم ب 29 ريال. المواليد البنات اللي هنا هذا الأطقم اللي هنا 29 ريال، وعينكم على الفساتين اللي هنا 29 ريال فقط. هذه الموديلات الجميلة المواليد ب 29 ريال بس. أي قطعة من هذا الستاند ب 9 ريال وحتى اللي هنا ب 9 ريال، وهذا قسم المواليد في عدة عروض تشوفون 9 19 29 29 39 كلها موجودة عندهم في نيو ماكس. كل هذا الكوليكشن الجديد في قسم المواليد من جميع الاحتياجات، أنواع الكراسي دراجات كلش موجود، تشكيلة كبيرة جدا، بربتوزات الأطقم هذا كله كوليكشن حديث. كل هذه السرائر أيضا موجودة عندهم في قسم المواليد. قسم المواليد قسم كبير جدا يصعب علي أني أخذها كامل. أيضا شنط الصفر لها قسم خاص فيها الأطقم وفيها أيضا بالحبات وفي خيارات كثيرة جدا سواء الجلود الفايبر القماشية كلش موجود.